سيدتي سادتي، مساء الخير. في حصة خاصة في قناة حياة تي في، فابتداء من اليوم سنحاول أننا ننشط حصص اللي هي تخص يعني الشيء اللي راهو جاري حاليا على مستوى الوطن، وهو النقاش حول المسودة للدستور الجديد. ففي الحصة الأولى هذه احنا في كل مرة يعني يكونوا معنا خبراء او يعني سياسيين، احنا فتحنا هذا المجال حتى يكون في حوار، يعني حوار انكلوزيف، يعني بدون اقصاء اي وجهة نظر، لان التعميق في 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 المسودة هذه او الاثراء للمسودة ما يكون الا لازم تكون هناك حوار ليكون بين الناس اللي ما تقتسمش يعني نفس الاراء، ولكن تقتسم شيء واحد هو حب الجزائر. فليعلم ان يعني جمهورنا الكريم والشعب الجزائري يعني حتى على المستوى الدولي في الامم المتحده يحكموا عليك على الدستور اللي مديته، اللي يعني انتخب عليه الشعب او صوت عليه الشعب. فيعني اون فو جوج sur la base de la constitution que vous avez déposée au niveau des Nations Unies. فلهذا احنا اليوم لازم نساهم حتى نبني بلاد قوية، بلاد قوية تكون إلا بدستور قوي اللي يحفظ كل المكتسبات، كل يعني الحقوق تاع المواطن على كل المستويات. فلهذا اللي احنا نتكلم أن المرحلة مرحلة عظيمة، مرحلة مهمة جدا، لأن الشعب الجزائري هو مطلوب أنه يساهم بآرائه. على سبيل المثال أول أمس كان نتكلم رئيس اللجنة اللي هي يعني دارت هذه المسودة، أنهم يزون رسو بلوس دو 1200 يعني 1200 اقتراح للتعديل. فهذا شيء جميل، احنا لازم نواصلوا هذا الحوار حتى نخرجوا ب يعني ب بروبوزيسيون دو كونستيتيسيون دان بروجي، يعني اللي يكون مقبول من كل الاطراف الجزائريه مهما كانت يعني لا فيلوزوفي تاعهم، لا كونفيكسيون بوليتيك الى اخره، لان كل جزائريين جزائريين، وما كاش جزائري اللي يحب وطنه اكثر من الجزائري الاخر، كل واحد كاع نحبوا الجزائر، ولكن في السياسه تاعنا او التوجه السياسي تاعنا كل واحد يحبها كما 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 راهو قانع بها. فلهذا اليوم نجملوا بعضنا بعض حتى نخرج بدستور ليرضي كل الجميع. فمعايا اليوم في البلاطو الاستاذه واللي هي كانت برلمانيه سابقه السيده سميره بوراس، مرحبا بك. شكرا معنا وشكرا لتلبيه الدعوه. كما سيكون معنا على عبر الهاتف الصحفي المعروف السيد فيصل ميطاوي، اذا كان في الاستماع مرحبا بك سي فيصل. مساء الخير سي مزيوني لك ولجميع الاخوه المشاهدين والضيفه في الاستوديو. شكرا سي فيصل وشكرا على تلبيه الدعوه. شكرا جزيلا لك. اولا احنا ما غاديش نتكلم كما البعض يعني البلاطوهات، على ذاك اللي قلت لك البلاطو هذا تاع الحياه يكون يعني كيلك شوز دو نوفو مستجده فيما يخص النقاش حول الدستور او حتى النقاش مع الناس اللي نعرضهم. اننا ما نتكلمش بالمادات لان خلينا المادات لرجال اللي هما يعني سون سبيسياليست اون لا ماتيير ا سافوار لي كونستيتيوناليست، يعني هما اللي يخدموا المادات. ولكن احنا لما قرينا الدستور فيه اقتراحات يعني في المسوده هذه، فالاقتراحات هذه اولا اذا سمح الاخ فيصل نمد الكلمه اي سا سي بار غالونتري اوسي يعني للسيده سميره بوراس، اننا بالصفه تاعك كنت برلمانيه، ففي المسوده هذه فيه كلام وجدل كبير على فيما يخص يعني لا سيباراسيون دي بوفوار، يعني كنا لبناء دولة عصرية هي تكلمنا عليها وتكلم عليها حتى سيد رئيس الجمهورية في لا كومباني الكتورال تاعو، ان في المشروع تاعو تكون كان اون سيباراسيون دي بوفوار. ونظن هذا هو لو فونكسيونمون، هذا هو التسيير تاع دولة عصرية، لان لما نفصل بين السلطة يكون تكون مراقبة، يكون يعني ان ايكيليبر دون لو كونترول. ف اولا شكرا. نخلي لك الكلمه السيده سميره بالتجربه تاعك كبرلمانيه، كيف تشوفي انت البرلمان تاع غدوه حتى نلحق للفصل في السلطه؟
نعم شكرا سي مديوني على هذه الاستضافة، شرف كبير لي أني أثري معك يعني محتوى الدستور والأفكار اللي جات بها هذه الشخصيات والمنظمات والأحزاب اللي انت عطيت العدد تاعها يتجاوز 1200، وهذه الجزائر الجديدة، الجزائر الجديدة تبنى بآراء الجميع بدون تهميش بدون إقصاء، الابتعاد عن الفعل فتنة، لأن الدستور هو العمود الفقري الذي تبنى عليه كل الدول، كل الدول المتقدمة عندها دستور فيه مواد صماء، هذه المواد هي اللي تثبت هويتنا، هي اللي تثبت من أين أتينا وإلى أين نذهب، تحترم فيه حقوق الإنسان، تعطى فيه يعني تكون فيه تنافسية، تعطى فيه الفرصة لكل أبناء الجزائر أنهم يبنيوا الجزائر، ويبقى القانون هو الفيصل في تصرفات كل الأشخاص. إذا حتى نعود إلى موضوعك وهو الفصل بين السلطات، احنا نعرف جيدا ان الدستور فيه سلطة تشريعية اللي هي المنتخبين اللي يمثلوا الشعب، يبلغوا رسالة الشعب عن طريق البرلمان، عن فضاء طريق فضاء يعني منظم ومقنن ديمقراطي، ونحن نعيش الديمقراطية. عندك السلطة التنفيذية وهي الحكومة اللي تأتي من أجل تطبيق، احنا الآن ما زلنا في حكم شبه رئاسي، إذن الحكومة تطبق برنامج رئيس الجمهورية، وعندنا السلطة القضائية اللي هي اللي تحكم بين هذه السلطات في حالة ما يكون تجاوزات، وتطبق يعني مادة احترام حقوق الإنسان واحترام المؤسسات. إذن هذا هو الشيء، وحتى الجديد في هذا المسودة هو لاكور كونستيتيونيل، نعم المحكمة، المحكمة الدستورية، هذا شيء جديد جدا، نوصلوا يعني نكملوا درجة بدرجة نوصل. إذا احنا خبرتي في البرلمان، احنا لما كنا برلمانيين جينا من القاعدة حاملين لرسالة المواطن الجزائري أننا نقترح قوانين، مشاريع قوانين، أننا نسائل الحكومة عن طريق السؤال الكتابي أو الشفوي، أننا من مهامنا كذلك رقابة. لكن اصطدمنا بهيمنة الإدارة التي تمثل في الهيئة التنفيذية وهي الحكومة على حتى لا أقول يعني معظم القرارات، وهنا كل القرارات يعني كانت لما المشاريع القوانين تنزل من الحكومة فهي إذن سيدتي يعني وهذا الشيء اللي كنت راح نتكلم عليه، ما كانش كاين برلمان، كان كاين سيناريو سينمائي، يعني كنتوا تلعبوا في دور، الدور اللي فرض عليكم لأن كما قلتها أنتم خرجتوا من القاعدة أنكم تمثلوا الشعب وتوصلوا صوت الشعب فيما يخص المشاريع اللي كانت تخص الشعب، ولكن وصولا إلى البرلمان تسيبوا حاجة أخرى اللي هي خاطئة قاع، يعني الشيء اللي كانت مفاجأة كبيرة، كانت لأن يعني كل الشعب الجزائري يعرف اللي ما كانش كاين برلمان، لأن البرلمان كان يعني حتى كي نشوف الموالة والمعارضة، يعني حتى المعارضة تخلص من عند الحكومة باش دير المعارضة. دونك حنا رانا نهضروا، وانا ما نبغيش هذاك لو مو تاع ريكونستركسيون دان ايطا، لان كي نقولوا نعاودوا ترميم الدولة، اللي هضرنا على ريكونستركسيون سي براتيكومون ترميم باللغة العربية، لان سي اون ريكونستروي خلينا لي باس، خلينا الساس، عاودنا برك لا فاصاد، دونك ما تكونش دولة كبيرة، حنا نتكلم على بناء دولة جديدة. فتفضلي وسمحي لي. لا العفو العفو، يعني حتى لأنه يقول لكل واحد نعطوله حقه، احنا لما كنا في البرلمان رحنا من أساس يعني على أساس قناعات، وهذا ما يمنعش أننا فيه برلمانيين اللي قاموا بدور، فيه نقاش ثري على مستوى اللجان، فيه اقتراحات لتعديل القوانين، فيها عمل برلماني أنجز، يعني فيه مجموعة كبيرة راحت عند قناعة. لكن المشكل في البرلمان أنه استدامنا بهذا هيمنة الحكومة على عمل البرلمان، يعني كل ما يأتي من الحكومة فهو يمر مرور الكرام، وكل ما هو يقترح من طرف النواب فهو يعني ما قدرناش نمره ولو قانون واحد. هذه في يعني قانونيا تداخل في صلاحيات البرلمانيين، لأن البرلمان يمثل شعب، فيه أحزاب عديدة ومتعددة، فيه شخصيات أحرار، فيه يعني من جاء من مجتمع
المدني كل واحد جاب فكرة. من المفروض لما تكون تتوفر الشروط يعني النصاب لتمرير قانون أو لإسقاط القانون من المفروض تحترم إرادة هذه الهيئة، وهنا فيه تدخل في الصلاحيات اللي هي الحكومة تتدخل. الآن نتمنى أننا في هذا الدستور، وأنا شفت فيه إثراءات يعني فيها مواد تم تعديلها في الدستور، تعطينا الأمل أنه راح يكون فعلا برلمان بصلاحياته والحكومة عندها صلاحياته. لكن الهيئة القضائية عندها دور كبير. الهيئة القضائية لما تكون مستقلة لازم فيه، أنا شفت في تعديل بعض المواد وهو إنشاء المحكمة الدستورية التي تنوب على المجلس الدستوري، لأن كان في 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 النظام الداخلي للبرلمان إذا كان فيه نزاع بين الحكومة وبين البرلمان يتم اختار المجلس الدستوري من أجل الفصل، ويتم الاختار عن طريق سابقا كانت 60 نائب يمضي عارضة للاختار، بعد تعديل الدستور الأخير يعني نزلوها 20. لكن تبقى دائما، حتى في أنا كانوا عندي زملاء اللي قاموا بالإختار، لكن الإختارات لم يتم الرد عنها، لا هي تصل لكن لم يتم، لأن المجلس الدستوري هما أشخاص معينين. الآن لا كومبوزون تاع المحكمة الدستورية يعني نشوف 4 معينين من طرف رئيس الجمهورية، و2 معينين من طرف المجلس الشعبي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، 2 معينين من طرف مجلس الأمة، فيه كذلك من يعينه رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني من الإدارة. وهنا فيه شرط أن هنا أنا ما فهمتش هذا البند ماذا يقول هنا، نتمنى من بعد راح تكون فيه يعني توضيح لأن اسمح لي يا سي مديوني، أنا لما فيه تمثيل يكون تمثيل من طرف النواب هذا يجوز، لأن المجلس الشعبي هو هي هيئة تشريعية، لكن تقول فيه معينين ليست لهم أي صلة مع الحزب السياسي الأحزاب السياسية، هذا إذن راح يكون من الإدارة. وإحنا أراك يعطيتني يعني فما فيتون دي لابيرش على جال يعني الأحزاب السياسية، فنرجع للأحزاب السياسية لأن كي قلت بناء دولة جديدة بناء أحزاب من جديد، لأن الشيء اللي فتنا عليه لعشرين سنة، لأن حتى أنا تسمحي لي دي فوا نحرجك بالك بسؤال، أنا على بالي بلي أنكم وصلتوا بالنية أنكم تخدموا الشعب بتاعكم، ولكن وصولكم للبرلمان صدتوا أن البرلمان ما عنده حتى فايدة، لأن كلش كان مقرر من عند السلطة التنفيذية. ولكن نحط راح لك السؤال اللي حطوه بالك اليوم تشوفيه قاع في لي كومنتير، يعني علاش ما ديميسيونيتوش؟ يعني كي تشوف إنسان ترشح من أجل تطبيق القانون يشوف بلي القانون راه معفسين فيه باسكو لا كونستيسيون راهي تي فيولي بليزيور فوا، يعني وما شفناش برلمانيين أنهم خرجوا من البرلمان احتجاجا على ان الدستور ضرب على يعني هذا الشيء. بعد ما نحرجكش دروك بصح جيسبر احنا اليوم باش نشاركوا يعني مشاركه فعاله، لازم حتى نعطوا الكلمه فنيسي مطاوي باش يبقى راهو يستنى فينا. انا زعما لازم كي نديروا ديبا نديروا سانسير حتى نفيدوا المجتمع، يعني فيه مواقف. اذا كانت يعني انا كشخص لاني الان لست برلمانيه، انا كنت في العهده، يعني كانت هي مواقف يعني ما قليل اللي يديرها، وخاصة امرأة، وإحنا ماشي سهلة باش المرأة توقف ضد حزبها وضد الحكومة وضد يعني وإنها تقول كلمتها وتخرج، ما كانش سهل. لكن أنا خذيت مواقف، لكن هذا كما قلت أنني معاك، الموقف تاع شخص ما يكفيش، لازم الموقف يكون جماعي حتى تكون يعني الردة تكون. وأنا يعني راني معاك في هذا الطرح. نقول لك سيدة نتكلموا في بلاصه الشعب، لان الشعب راه يشوف فينا ولادنا هم يشوفوا فينا، وحنا سيينا كيف نفوتوا لهم المشعل انهم يامنوا. يعني حتى اليوم فيه نقاش كبير بور ريبروند لا كونفيونس باسكو ضيعنا ضياع الثقه في المسؤولين، اصبح عنده وقت طويل يتخذ وقت طويل مالغري يعني في الوقت هذا قليل. انا رئيس الجمهوريه في 3 شهور اللي دخل فيها صاب الوباء صاب، ولكن عمل كبير هو 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 يندار يوميا، ولكن ما زلنا ما ربطناش هذاك الحبل تاع الثقه حتى تكون مسانده للشعب لكل للعمل تاع السلطات. لان علاش كنا كي نشوفوا يعني اجتماع تاع برلمان نزابوا نروحوا نشوفوا حاجه اخرى، باسكو على بالنا بلي ما كان والو، ما يغير والو البرلمان.
هذا داك اللي احنا رانا نشاركوا اليوم باش البرلمان يكون حقيقة، لأن كي قلتيها كي نغيروا الدستور غادي نغيروا قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، فلهذا يصبح غدوة البرلماني حقيقة ممثل للشعب ولصوت الشعب. أنا نجاوبك في هذه يا سي مديوني، لأن احنا كنا في أن نأكد باللي كنا في العهدة الماضية وليس على الأقل كانوا فيه ناس عندهم قناعات وعندهم مبادئ يناضلوا من أجلها، رغم أننا كنا في أحزاب لكن تمردنا على أحزابنا، كانت أحزابنا لم تحترم إرادة الشعب ولم تحترم البرامج اللي احنا خرجنا بها الشعب، إذن تمردنا. وأنا كان لي الشرف كبير أني خرجت ضد حزبي، لكن أنا على قناعة أني الأصوات اللي جيت بهم هذوك هما قوتي لا تكمن في حزبي وإنما تكمن في الأصوات فقط. احنا كنا دائما نندد بأن تكون قناة برلمانية، لأن نحن ما كانتش عندنا تغطية، كل كلام كان اسمح لي كل كلام كان يدور داخل اللجان، كانت يعني هذاك الكومبا كان داخل اللجنة، بصح من يعلم المواطن أن فيه صح فيه صراع، في صراع أفكار، صراع ما كانتش عندنا قناة الإعلام. سيدتي قلت لي اسمحي لي ونخلو فيصل بركة ويسمع فينا، قلت لي كلمة مليحة، كنا نندد، لأن حتى الجمعية العربية يعني ليغا راب يعني وما يمسكروا العرب تندد، يعني التنديد هذا عين منه، يعني يا دوتر زاكسيون يا دي زاكسيون بلوز امبورطونت افير بور فوالا سي بور سولا كي فودري فير اون غراند كونستيتيوشن تري فورت كي سرا انفيولاب ماشي غير اللي يجي يبدلها، يعني حتى نضمن حقوق تاع الشعب ونضمن يعني الصوت تاع الشعب وحمايه النائب. غادي نرجعوا لحمايه النائب وغادي نرجعوا حتى لو بروبليم تاع الشيء اللي عشناه في المرحله الاخيره، النواب اللي رفضوا انهم يتنازلوا على الحصانه، نرجعوا للحصانه. استاذ فيصل الو. نعم راك سمعتنا، راك تسمع شويه الحوار اللي راه مع الاستاذه سميره. نعم سمعت وي فوالا، يعني اعطينا وجهه النظر تاعك فيما يخص المقطع هذا الاول. شوف اعتقد ان البرلمانات الرئيس السابق بوتفليقه يعني برلمان 2002 و2007 و2012 و2017 برايي لازم يقدموا حصيله للشعب الجزائري، يعني واش داروا واش ما داروش، لماذا تركوا الامور يعني تتهاوى حتى في هرم الدوله، العبث بالمال العام، العبث بامور كثيره حتى بامن الدوله، وهذا البرلمان كان ساكت، تعرف انه كان جزء من المعارضه، يعني يطالب من البرلمان يتدخل على الاقل يقول كلمه، كان بعض النواب يتكلموا صحيح باش ما ظلموش الناس، ولكن كلهم سكتوا، يعني سكتوا وقبلوا بالوضع الراهن، وبالتالي اعتقد ان تقويه البرلمان في الفتره المقبله هام جدا، لان البرلمان الحالي هو برلمان بوتفليقه، وبالتالي لا ينفع ان يبقى. أن يأتي برلمان يكون تمثيلي في الحقيقة ويكون خارج من انتخابات حقيقية، انتخابات فيها رقابة، هناك الآن لجنة عليا تراقب ربما على حسب المعارضة تقوي مراقبة العملية الانتخابية، ويكون برلمان بالفعل يحاسب الحكومة، يساعد الرئيس، يسأل، يتدخل في الأمور الاقتصادية، في الأمور الثقافية، التربوية، لغير ذلك. شوف سي مديوني في المدة الأخيرة كان هناك نقاش حول قانون المالية التكميلي، نهار اللي داروا الفوت يعني نهار التصويت على المشروع البرلمانيين ما جاوش أصلا، يعني حتى تم تأخير الجلسة بست ساعات، وهذا يعني عمل عبثي ويقص الكثير من المسؤولية لبعض البرلمانيين، أعتقد أن بعضهم أعتقد ما عرفوش بالعلم موندو ناسيونال، يعني مثل كل الجزائريين، وبالتالي مطالبين بأن يقوموا بعملهم بأتم معنى الكلمة وليس فقط حضور فقط في المجلس. صح. شكرا على التوضيح هذا، سيفري لان حتى ما نهضروش غير البرلمان، حتى في الاحزاب يافي دي زامبلوزيون، يعني كانوا مناضلين من حزب هذا غدوه تسيبوا في الحزب الاخر، من غد قال لا انت ما نحطكش هنا تدوليس بصح كون تجي عندي الحزب هذا ديرك تدوليس، يعني كانت مهزله، ما كانوش ممثلين تاع الشعب. احنا اليوم نتكلم من اجل الدستور اللي هو يوضح لنا الامور، لان دو لا كونستيتيوشن on va changer la loi électorale qui est très importante et on va changer la loi sur les partis
لان حتى في الاحزاب اذا تعقل سي فيصل هي في احزاب الموالات واحزاب المعارضه هما كاع كانوا فينونسي من عند الدوله، يعني كل معارضه كل موالات. فلهذا اللي ما كناش ننتظر احنا كشعب اللي كنا خارجين الاطار هذا تاع البرلمان او اطار الدوله كنا نشوفه من بعيد، ما كنا ننتظر والو من هاد سوا ديزون ترغيمي اللي كانوا ممثلين تاع الشعب. فلهذا النقاش اليوم هو كيفيه الخروج من الشيء اللي عشناه، وهذه الكيفيه تكون الا بقانون قوي اللي ما يعفش فيه نابورتكي اللي يجي غيره، حتى يكون عند البرلماني تكون عنده قوه في الكلمه تاعو لانه حقيقه يمثل الشعب وانتخب عليه الشعب. فانا نظن لا كونستيتيوناليزاسيون دو لاني يعني الدستوريه اللجنه تاع الانتخابات ستعطي دافع لي بور لورغانيزاسيون دي ليكسيون ترونسبارونت ليب ديمقراطيك ريالمون ديمقراطيك، سي لا وين نشوفوا الممثلين تاع الشعب الحقيقيين. الأول هو تقوية البرلمان يأتي بتقوية الانتخابات، تقوية عملية انتخابية، وهذا يقول بإبعاد الإدارة تحت الإدارة تعبت في الانتخابات السابقة على المستوى المحلي، وبالتالي فإبعاد الإدارة وتكون هناك هيئة يعني تراقب بالعملية الانتخابية شيء أساسي، هذا الشيء الأول. تطهير المشهد السياسي الجزائري من بعض الأحزاب الطفيلية، كان أحزاب ما عندها حتى علاقة بالعمل السياسي، ما عندها لا برنامج. وانا اسال يعني وهذا السؤال مطروح حتى للاخوه المشاهدين، هل حزب جبهه التحرير الوطني عنده برامج؟ يعني كان 23 سنه يقول يطبق برنامج رئيس الجمهوريه، يعني ماذا عن برنامج جبهه التحرير في الفلاحه وفي الثقافه وفي السياسه الخارجيه وفي الدفاع على غير ذلك؟ نفس الشيء يطرح لي حزب التجمع الوطني الديمقراطي مع احترام المنظمين اللي فيه يعني وحتى جبهه التحرير. وبالتالي فتطهير المشهد السياسي وظهور مثلا القوى السياسيه جديده قد تخرج من حرك شعبي تمثل بالفعل شريحة الغنم مثلا الان في المشهد السياسي بافكار جديده طبعا تصب دائما في خدمة البلد، هذا يعني امر اساس. انا اعتقد انا اتمنى يعني اتمنى ان مشروع الدستور والنقاش الموجود الان سيؤثر هذه العمليه مستقبلا، ويكون هناك مشهد سياسي جديد ببرنامج تمثيلي وكذلك حتى بمؤسسات محليه يعني ليزاسومبلي بوبيلار يعني كوميني دو ولايه رجعوا ليزاسومبلي كومينال لور فري رول يعني والوزن تاعهم في البلديه، لان رئيس البلديه المنتخب من طرف الشعب هو اللي عنده الحق في التسيير تاع البلديه تاعو، ما يجوش اوامر من الاداره المركزيه، لانه حقيقه انتخب من اجل يعني الحقوق او المشاريع اللي لازم تمس البلديه هذه. هذا راني موافق معك سي فيصل، سي سا جوستومون لا ديموكراسي دو دومان، سي سا ان غران بيي، سي كونت لو مير لوي ميم. رانا شفنا في البلدان العظمى رئيس بلديه يوقف حتى في وجه رئيس، يعني كما رانا شفنا في امريكا فيما يخص الحقوق تاع المواطنين تاعو. فهذا هو التمثيل الحقيقي لإرادة الشعب عن طريق انتخابات تكون حرة نزيهة ديمقراطية، ما تبقاش شعارات برك. صحيح، شوف هو الديمقراطية تبدا في الأساس سي مديوني، اتفق معك أن رئيس البلدية اللي يكون عنده قوة حقيقية، ولكن بين طلب إعادة النظر في مشروع البلدية والولاية لأن مجرد الكثير من الأميار كما يسمونهم بالعامية يعني الأميار من صلاحياتهم واعطي صلاحيات للوالي، تعرف الوالي له حق الحياه والموت على رئيس البلديه وهذا امر غير عادي تماما، يعني الوالي عنده صلاحيات تاعو يمثل الدوله على مستوى الولايات، ولكن رئيس البلديه المنتخب والمنتخب دائما يكون اعلى من المعين، وبالتالي نحن ربما بحاجه لتقويه هذه الجماعه يعني ليزاسومبلي بوبيلار دو ولايه بانتخابات تكون تمثيليه حقيقيه وتكون. واعتقد ان الفتره المقبله طبعا لا املي اجنده، ولكن اعتقد ان الفتره القادمه هو الذهاب نحو انتخابات محليه مسبقه بعد ربما انتخابات الشرعيه حتى تكون هناك تصفيه بين قوسين لمشهد الفنا منذ اكثر من 20 سنه، ونحن بحاجه لوجود جديده. كان كثير سمدين تتعرفهم من اطارات الشبه في مختلف القطاعات عندهم يعني القدره في تسيير الامور البلديه وتسيير امور القرى والاحياء الى غير ذلك، ما يسمى بالديمقراطيه التشاركيه، ديمقراطية بارتيسيباتيف اكزاكتومون. موجود في الولايات وموجود في المدن الداخليه وفي القرى والبلديات عنده القدره، وبالتالي يجب ان تعطوا له الفرصه يكون في ثقه يعني ينكسر الكونفيونس. سي فيصل يكون عنده قوة ديمقراطية. سي فيصل اون فا ريفونير ا سا، يعني وهذا كلام مليح لان
لو لو ديبيوتي يعني الانسان اللي كان ممثل حقيقه للولايه تاعو للشعب تاعو، يعني اللي انتخب عن طريق ديمقراطيه ماشي بالشكاره تاع الدراهم الى اخره، كنا ما نشوفوش هذيك المناطق اللي شفناها يعني في الدوكيومونتير كي ايتي بريزونتي لور دو لا ريونيون دي ولي من طرف سيد رئيس الجمهوريه، سي زون دومبر سي زون دو لالجيري و لي جون سوفر انكور. يعني يكون جا حقيقه الممثل ممثل تاع الشعب. لا كان لا كان انا لا معليش انت تفضلي نعطي لك الكلمه. ايه انك سي فيصل هو صحفي وما عاشش معنا هذا، ما يقدرش يعني ربما عنده المعلومة لكن ما يقدرش يعطيها لك بدقة. احنا ما نقدروش يعني باحترامي لكل الزملاء اينما كانوا، لكن لا نحمل البرلماني مشكلة انه القرية تاعو اصبحت معزولة. انا كنت نقول لك لانه المشكلة يتحملها اولا نعرف ما هي ما هو هدف كلي لوبجيكتيف دي بارتي بوليتيك باش يدخل الانتخابات. انت على بالك باللي الاحزاب السياسيه عندها سيده سميره. نعم. احنا كملنا الشطر الاول. ايه. فدخلنا في شيء كي تري امبورطون سي لي بارتي باسكو سي لا سورس دو تو داكور ولا سوسيتي سيفيل باسكو هما اللي كومبوزو الاخر. دونك فاصل ونعود. تري بيان سي فيصل بقى معنا. اذا مرحبا بكم مره اخرى، فنواصل الحديث مع ضيوفنا الكرام السيده سميره بوراس اللي كانت برلمانيه سابقه، فحتى يعني فوروندرا سيزار كي ابارتيان سيزار سيده بوراس انها استقالت من الكتله البرلمانيه للافلان في 2016 نظرا لعدم اتفاق تاعها مع على جلال الوات فينونس تاع لاني هذيك تاع 2016. فهذا كان موقف يشرف السيده. فيفضل توجور روندرا سيزار لي تروك كي راس دون ليسوار، سي المواقف هذه لازم تبقى في التاريخ. كانت تكون اقوى لو كان دستور قوي، ولكن في هذيك المرحله انك تخرج من الافلان ما كانش شيء سهل. ومعنا على عبر الهاتف اخينا فيصل المطاوي اللي هو صحفي معروف بصراحته بقبوله للراي الاخر، فمرحبا بكم في زوج. نعم. فنواصل نخلي لك الكلمة. نعم. لأن لحقنا الأحزاب. نعم لحقنا الأحزاب ولحقنا البرلمان قوي. إذا باش يكون برلمان قوي لازم تكون إرادة سياسية من أجل بناء برلمان قوي، والبرلمان القوي كيكونوا أحزاب كذلك قوية وعندها قناعات وعندها أهداف تناضل من أجلها، لأن من المفروض الحزب السياسي يناضل من أجل الوصول إلى يعني pour arriver au pouvoir pour arracher le pouvoir parce que le pouvoir ما نمدوهوناش نمدوه. اذا الاحزاب انت تعرفها جيدا معظمها ما كانش احزاب اللي عندها قناعات، وانت يا قلت لما ترشح منتخبين تاعها مرشحين تاعها الاختيار ونعرفوه كل على اساس ماذا يتم الاختيار، لا يتم اختيار المناضلين لربما يتمردوا على الحزب لان الحزب عنده اهداف اخرى ليست كان هناك. نعم. بكل صراحه استاذ اليوم لازم نقولوا كل شيء قدام الشعب. نعم. كان هناك شراء بالمال للمناصب او حتى نكونوا في القائمه تاع. نعم نعم. اذا انسان الحزب هو ديجا الي كومبليس، لانه الحزب من المفروض يكون عنده برنامج عنده هدف حتى لا يراوغ. يعني لما النائب او المنتخب يشري المقعد تاعو بدراهمه ماذا تنتظر منه؟ هو شراء المقعد من اجل الدفاع عن الشعب او الدفاع عن مصالحه؟ اذا هنا نقطه الاستفهام. ثانيا نرجع الى الاداره، الوالي ما يستقبلش البرلماني وما يعطي له حتى قيمة. شوف وصلنا أنه الوزير الأول يدير معلومة للوالي من أجل استقبال النواب، لأنه كيجي ثم النواب يروحوا له ويقولوا له كيفاش حنا والولات ما يستعرفوش بينا ما يستقبلون، يدير مام لو شيف دو دايرة ما يستقبلش النائب، فيه تهميش وإقصاء. يدير الوزير الأول تعليمة باش يسكت بها النائب، لكن يعلم شكون الوزير الأول سيد أحمد ويحيى؟ يعني هما كل كان هما كان سلاح كانوا هما نفس كان الطريقة كان كيما قال لك الآخر الآن يلعب دو
يودوا يلعب تروا ومن بعد تروا يعاود يلعب ان وهي رايحه، كانوا غير هما ثلاثه يدوروا. لكن التعليمه تكون كتابيا، تبلغ كتابيا وتوري ويوريها لك باللي هاني درت التعليمه للوالي باش يستقبلك، لكن بالتليفون يقول له كيجيوك ما تستقبلهمش. ايه لا، هذه هذا هو الشيء اللي خلى النائب ما يقدرش يبلغ رساله كما قلت لي فيه دشور انا ما نحاميش عن النواب، لكن نقول لك فيه نواب صح جايين من اجل العمل ويقدموا اسئله شفويه ويقدموا اسئله كذا. لكن سيدتي انا نعم. بالك انا شو داكور معاك، لان كانت فيه طريقه التصرف اللي كانت منطبقه مع العهد اللي كنا عايشين فيه. كان سيد بوتفليقه يحكم بحكامه يعني عاشور العاشر، شكون اللي كان يجي يهضر؟ ولكن كي نهضروا على مواقف تاريخيه لاشخاص، انا نجبد مارتن لوثر كينغ يعني، و يعني مكافحه تاع السلميه من اجل الحقوق لي دروا سيفيك، نهضروا على مونديلا يعني حتى انه ادى الحكم مره ومد الحكم مد المفتاح، نهضروا للناس اللي كانوا مناظره وعنده قناعه سو كي اون ماركي ليستوار. انا كنت نتمنى في ذاك الوقت لان كنا نشوفوا باللي حتى انتم كنتوا كبرلمانيين مهمشين. انا كنت نقارع يعني الشيء بالك سي ان بو اكستريميست دو ما بار، كنت نقارع انكم تخلوا البرلمان فارغ غير قعدوا فيه انتم، ولكن هذا الشيء هذا ما صراش. هذا الشيء ما صراش. شوف هذا الشيء ما صراش كما قاعده نقول لك، لانه 468 نائب ما جاوش كل على نفس القناعات. احنا لقينا روحنا كمشه، لاننا كانت لينا الشرف اننا تكوننا في الاتحاد الوطني للشبيبه الجزائريه واتحاد الطلاب وابناء جبهه التحرير منذ صغرنا، يعني تكوننا على النضال، تكوننا اننا نبلغ رساله المواطن اننا نحلم بالجزائر اللي ضحوا عليها والدينا. وهذا الشيء صحيح لاننا تربينا في عائلات ثوريه، هذه الغريزه اللي كبرت فينا. لكن لما وصلنا البرلمان انا شخصيا ندمت لاني وصلت للبرلمان، كنت في البلديه، كنت محترمه، كنت بمكانتي، كنت قدرت على الاقل قدمت الشيء اللي قدرت عليه للمواطنين اللي انتخبوني. لكن اني قلت لك البرلمان لازم تكون اراده سياسيه من اعلى الهرم من اجل بناء برلمان صحيح. ونقول لك لما يكون برلمان صحيح وفيه ممثلين صح منتخبين من طرف الشعب وحاملين لافكار وحاملين لمشروع مجتمع، راح نعيش صحيح الجزائر الجديدة اللي نطمح فيها. الجزائر الجديدة تبنى بالنية الحسنة، لأن السياسي عنده فكرة يناضل من أجلها. احنا وجدنا روحنا مع ناس إداريين كانوا في الإدارة، وهو اللي يراقبك، هو اللي يعطيك الاعتماد، هو اللي يعطيك رخصة سيدة المجتمع. سيدة سميرة، نعم. يا مازال كان يومنا هذا في الأحزاب السياسية، مازال كان في البرلمان كاين الناس اللي كانت تنوض تحيل الكادر، مازالوا كاينين. والله هذا البرلمان انا مانيش فيه. انا على بالي ما كاينش فيه، ولكن مازالوا كاينين، مازالوا موجودين على الساحه السياسيه. يعني كيف سيكون، وهذا السؤال ليك والسؤال سي فيصل، يعني بوسكي دي بارتي. لان لي بارتي اذا خليتيني نكمل، يعني الحزب لازم الحزب لو فينونسمون تاع ان بارتي، الاموال تاع الحزب تجي من عند المناضلين تاع مساهمات تاع المناضلين. On appelle les cartes d'adhérents, les cotisations annuelles, les militants des partis. Mais si vous voulez, vous avez des droits de l'Union européenne. Les mobiliers, les rangs de l'Azab, c'est une fortune colossale. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il faudrait assainir. Si vous voulez, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été la location, qui est dérisoire. لسنوات. فانت كي تعفس حتى على القانون تاع البلاد، كيف تريد انك تدافع على تطبيق القانون او اعطاء الحريه او اعطاء الحق للمواطن؟ فسا سي اون كيستيون كي فوندامونتال. اسكو سي لي ميم بارتي كون فاروتروفي دومان؟ جوستومون احنا مع هذه المبادره تاع تعديل الدستور اللي راح بعد يعني ما ينتخب يعني الشعب الجزائري يشارك في 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 هذا الدستور الجديد اللي قلت لك هو العمود الفقري واللي بنين عليه كل امالنا وطموحاتنا وطموحات ابنائنا، لان احنا قدمنا ما علينا دركا. الان يعني ماذا بينا نشوفوا شباب في الواجهه، واحنا من واجبنا اننا نكونوهم، لان احنا ما تكوناش، احنا تكوننا وحدنا. الاحزاب كانت كل حزب كيفاش عنده
عنده أفكاره. ولذا قلت بعد تعديل الدستور فيه المواد، مواد اللي راح يعني فيه قوانين عضوية، منها قانون الانتخابات وقانون الإحزاب. احنا نتمنى أن قانون الإحزاب يجي من أجل يعني بناء الحزب. الحزب هو مؤسسة دستورية من المفروض عندها ضوابط، عندها قوانين، يعني عندها حتى القيادات تاعها تكون قيادات اللي تؤمن أولا بالجزائر، قيادات اللي على الأقل تكون فيها شعرة من شعرة الشهداء والمجاهدين، لأن احنا ما يربطنا في الجزائر هو دائما تاريخنا المشرف، وإحنا دائما نأمل أننا هذا التاريخ يبقى نورثوه لأولاد أولادنا. فعلى قياداتنا أن يكونوا في هذا المستوى، أنهم يعملوا على اختيار المرشحين تاعهم حتى كي يخرجوا بهم للشعب، الشعب يغير النظرة. نتمنى أنها تكون حقيقة بان فو بيو، يعني ما تكونش تمنية برك. احنا نطمح في هذا فيه يعني انا نظن بور سيرتان بارتي سا فا دوموندي دو طون بور ريفونير سور لا سين، لانه دوك لازم يعاود يهبط لتحت سو لو تيران بور روغاني لا كونفيونس دو سي ميليتون او دو نوفو ميليتون. انا جي بوكو بليس كونفيونس في لا سوسيتي سيفيل، المجتمع المدني اللي خرج عن الحراك، اللي هو يخرج من الحراك، مش يخرج عن الحراك ولكن يخرج من الحراك، انه يتنظم في المستقبل، لانه يبو ابورتي بوكو على دي بوليتيك تاع الجزائر. فسي فيصل اذا كنت تسمع فينا او موان ان ريزومي دو فوتر افي سور سور لا كيسيون. Jeunes, il n'y a pas de force à l'échelle. Je dis qu'il faut donner la chance, mais les jeunes, je pense qu'ils sont capables de l'avoir. سي فيصل انا من بعد نرجع لك يعني في اطار اخر، ولكن يعني حتى نطوي مازال نقاش متواصل، لان احنا اون لونس لو ديبا دو كونتيني في المنازل تاعنا مع الاقارب تاعنا الى اخره، لان التوعيه حول هذا المسوده لازم تكون من واحد لواحد، لان تو الموند كونسيرني. وحتى يعني نقول للناس جو فو با فوندر، انا جو سوي با دي جون كي فوند دي ريف، يعني نبيعوا احلام، لان تغيير الجزائر او الجزائر الجديده نشوفوا يعني الثمرات تاعها من على سنين، لان ساسري مالونيت دو دير كو لالجيري ا بارتير دو دومان ساسرا اوتر شوز، هي بوكو ترافاي افير، لان حتى العقليات نشوفوا يعني في الايام الاخيره النشاط تاع الحكومه او بعض القرارات تاع سيد رئيس الجمهوريه اللي هي في محلها، ولكن كي تشوف التصرف
تاع بعض المسؤولين اللي خلاهم النظام تاع بوتفليقه ومازالوا على راس بعض المؤسسات او بعض الادارات، مازالت لا بيروقراسي التو تو لي اسبوار، لانك باش تفوت نهار كامل على جال ورقه وانت تدور من طابله لطابله، يعني تلحق الوقت وين ما تامنش كي يقولوا لك باللي كاين بلاد وخد اخرى. فلهذا نظن حتى الاحزاب او لا سوسيتي سيفيل لازم لها تنشط الميليت pour essayer d'aider et accompagner le chef de l'État qui est sincère dans la démarche de changement de l'Algérie de demain. حتى نرجع للقانون تاع الدستور. ففي حتى في الأحزاب، علاش احنا عندنا 100 وشي؟ وين راهم رايحين هذو الأحزاب تاع 100 وشي؟ لأن أنا اتصلوا بيا ناس في مرحلة ما كنت نتلاقى أنا وياك سي فيصل كي كنت تعرضني يعني لي زانترفيو تاعك. في ذاك المومون كي تولي تهضر وكا يجوك ناس اللي هما عندهم رؤوس اموال الى اخره، يقول لك يا ودي دير حزب راهي فيها دراهم كبيره، يعني ولا الحزب سي ان فون دو كوميرس، سي با اون اكسيون ميليتانت بور شونجي لي شوز ولا بور ايدي لو بوبل، نو سي ديفوني ان فون دو كوميرس. دونك هذا قانون الاحزاب لازم يتغير، سي بور سولا كون ايت ان ترين بارتيسيبي نشاركوا في التغيير او المسوده هذه، يعني بور لونجيسمون دو سيت دو سيت موتور دو كونستيتيسيون، لان كاين قوانين بزاف اللي لازم لها تتبدل اللي خلاها النظام تاع بوتفليقه، قانون الاحزاب، قانون الانتخابات، قانون العداله، يعني حتى لا 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 لو كود دو جوستيس، يا بوكو تشوز كي فودري شونجي. اللي لازم درك الاسراع به بعد تعديل الدستور قانوني مهم جدا، قانون الانتخابات وقانون الاحزاب حتى نذهب الى انتخاب برلمان حقيقي. نعم. حتى المجالس المحليه، يعني حتى المجالس المحليه اللي راح يخرج منها يعني دي سيناتور في المجلس. شوف احنا عندنا 1542 و41 بلديه، يعني كاين بلديات اللي هما في الداخل على بالك البروبليم تاع العروش الى اخره. نعم. وهذا الحاج فلان اللي عنده دراهم بزاف راهو رئيس بلديه من نهار اللي قريب نقول لك من نهار اللي راحت فرنسا اليومين هذا. يعني سي بور سولا كي فودري افونسي بور شونجي لي شوز، سينو ما تبدل والو. سي مديوني شوف الان احنا الجزائر لازم احنا كل نحبوها الجزائر، ولازم تكون عندنا نيه في بناء الجزائر تاع الصح. الجزائر نبتعدوا عن المراحل الانتقاليه، لان المراحل الانتقاليه هي اللي دائما تولد لنا هاد الاشياء التي لا تعالج. يعني احنا ملي كنا في السيوم احنا نسمعوا بالمراحل الانتقاليه، يعني ولذا لازم تكون يعني حس مدني لدى الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني اللي هما اللي راح يقلبوا يعني الموازين كما قلت، يرافقوا رئيس الجمهوريه في تطبيق البرنامج اللي راهو البرنامج اللي يامل به والنيه يعني ترجمها في تعديل الدستور واستدعائه ل 1200 يعني منظمه واشخاص لي ماشي سهله. وسمع لهم الان المسوده هي امانه لكل الجزائريين. هو قام هو دار اللي عليه، هذه شهاده لله يعني بدون مزايده، لكن الجزائر ملك للجميع. علينا الان كل اننا نتحمل المسؤوليه وتكون النيه حسنه بناء الجزائر للاجيال، لان تواصل الاجيال يكون باستقرار المؤسسات ببرامج تخدم كل الجزائريين ان شاء الله. نعم. فهذا ما يكونش ممكن، وهذا نعاود باش نرجع للاستاذ فيصل ميطاوي لان نرجع للدومين تاعه. فبهذا الشيء ما يكون، لان الصحافه حاليا او يعني لي ميديا يجوا ان رول تري امبورطون، يعني كيما يقول لك سي لو كاتريام بوفوار، دروك افيك لي ريزو سوسيو كلش سي ديفوني بلوس كو لو كاتريام بوفوار، يعني انا كي نشوف اليوم وهذا مشكورين عليها يعني الصحافه، لان ما نهضروش الا على البرلمان، نهضروا حتى على الادمنستراسيون لوكال ولا ادمنستراسيون سنترال الى اخره. يعني كي تشوف انت قنوات التلفاز تاع التلفازه تروح توري لك واحد فقير عنده مرض يعني دي مالادي كرونيك توت اون فامي، يعني باش يطلب الاغاثه، يعني يطلب اون دوموند دو لاد، اون دوموند مساعده، سي ان كري دو ديزيسبوار، لازم تسيبو قناه التلفازه هي اللي تروح له. المسؤولين تاع وزاره التضامن اللي هما على مستوى الولايات والبلديات والدائرات يعني على حتى تسيبوا لا شين دو تيلي اللي تروح من الجزائر باش تشوفوا من جهه البيض، والشي اللي علاه ماشي يعني المسؤول اللي راهو خالص بالعمل هذا هو
هو اللي يمد يد الإعانة وهو اللي يعلم أن هناك مواطن محتاج إعانة الدولة. نضيف لك سي مديوني أن مديريات التضامن عندها تمثيل على مستوى البلديات، عندهم أن سيرفيس سكون أبيل لو سيرفيس سوسيال، هذا هو من المفروض يعرف عنده قائمة المحتاجين، قائمة المعوقين، قائمة الفقراء، المطلقات، الأرامل، الأطفال في استغاثة. من هذا هو المشكل، ما كانش تواصل بين القاعدة. أنا علاش تكلمت على لا بيروقراسي وتكلمت على لو مونك دو سانسيريتي تاع سيرتان ريسبونسابل اللي قعدوا من البقايا تاع النظام السابق اللي قلت لك لا ديمارش تاع الرئيس في طريق وهما يسون طونطان ترافاي دون ان اوتر سونس. لانك تشوفي الان بعد قرارات سيد رئيس الجمهوريه ان في الكوفيد 19 الاعانه ب 10,000 دينار يعني العائلات اللي هي فريمون في احتياج، نعرفوا عائلات اللي في احتياج ما كاش عامل ارامل الى اخره كي نون با بينيفيسي دو سا دونك وين راهم هادو لي ستركتور دو لا سوليداريتي ولا دو لا بي سي ولا دو يعني هنا 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 كي تشوف انت يا الشعبي يقول لك ها راه فلان ما عندوش حتى شيء ياكل ليله، هذيك تاع يقول لك ما ديرش على الهضره هذيك تاع 10,000 دينار ما كاش منها، الوغ التعليمات واضحه. تعليمات واضحة. سي مديوني هنا نطرح سؤال، هو أن مواقع المسؤولية، مناصب المسؤولية، يعني كما يقولك تكون على الناس اللي عندهم الكفاءات، الناس اللي عندهم الخبرة في تسيير هاتي، لأن لما تقول قطاع التضامن ما نقدروش نجيبوا إنسان إداري ونحطوه في القطاع التضامن. التضامن لازم يكون إنسان عنده امتداد، عنده معرفة شاملة. وهذاك اللي احنا نتمنى ان تكون النوت، باسكو البروبليم تاع اللي خلى لنا بوتفليقه ما خلى لنا لا احزاب لا والو، كان كاين احزاب موالات وكان تاع المعارضه وما كاع كيف كيف يتلاقاو كاع العشيه كيف كيف، وكانت لا سوسيتي سيفيل تهمشت لان بكري حتى كي هضرتي لي انت على لو ان جي الى اخره. انا نظرت يعني في اول يعني اول مؤتمر لاتحاد الشبيبه الجزائريه، انني كنت رئيس، كنت صغير اصغر ميليتون، كنت رئيس لجنه يعني في المؤتمر هذاك، انوتر ميليتونتيزم نهار الزنزله تاع شلف سكون افي نو لي جون يعني بور الزنزله تاع شلف ما ديرهاش الاداره تاع اليوم، يعني ما ديرهاش الاداره تاع اليوم لاننا كنا نامن بالوطنيه كنا اون ايتي دو فري باتريوت، يعني هذا الشيء اللي فقدناه باسكو يفودري روبروند نوت باتريوتيزم داكور بور كون ايسي دو دوني ان بلوس على سوسيتي سيفيل. نرجع للاخ سي فيصل اذا تسمع فيا، نتمنى اننا نتكلم على لان هذا الشيء ما يكونش ممكن اذا ما كانش فيه حريه التعبير. Et ça, ça vous concerne sur la liberté d'expression. Oui, oui, c'est mesuré. اللي نشوفه في الدستور في مشروع الدستور واولا لو شابيتر تاع الحريات والحقوق، لاننا في الجزائر بحاجه لتقويه الحريات، تقويه الصحافه. انت تحدثت على الاعلام على المستوى المحلي، يعني ماذا عن الاذاعات المحليه؟ تعرف ان الاذاعات المحليه في الجزائر هي اذاعات الولايات او اذاعات الوالي، يعني كاين اشياء كثيره لا يتم التطرق لها رغم ان هذه الاذاعات تابعه للدوله وتابعه يعني للكوميونيتي نفسه معنا. نفس الشيء بالنسبه لبعض الصحف التي تعرف كما تعرف تعاني، واعتقد ان هناك برنامج لاعانه وتدعيم الصحافه المكتوبه وكذلك الصحافه الالكترونيه، لان نحن في الجزائر بحاجه الى تقويه المنظومه الاعلاميه ككل. يعني القنوات الخاصه يجب تكون عندها ستاتيو، يكون عندها قانون، يكون عندها يعني اعتراف واضح بانها قناه جزائريه تعمل في الجزائر. نفس الشيء بالنسبه للصحافه والقنوات العموميه الجناح العمومي التي يجب ان تفتح قنواتها لكل الاصوات بما فيها اصوات المعارضه والمخالفه يعني قرارات السلطه، وكذلك تقويه التكوين الاعلاميين في على مستوى الجامعات واعطاء يعني تكون هناك ثقه في الاعلاميين، لان دائما عندما تكون هناك بعض مثلا المقالات المنتقده للسلطه او منتقده لاي شيء الناس تبدا تهدر ويقول لك لا وهذا مش حابين يدخلوا في مشروع وطني لغير ذلك. لا، كل الصحفيين الجزائريين الوطنيين عندهم افكار نختلف فيها، والنقاش الوطني حول الدستور واي نقاش اخر والنقاش بين الجزائريين، وبالتالي في المرحله القادمه ستكون بصحافه تمارس بالفعل الرقابه. لان تحدثت في مديوني على السلطه الرابعه، عندما تكون الصحافه قويه في اي ولايه من الولايات هي اللي تفضح الفساد وتفضح سوء التفسير وتفضح الكثير من الامور، وهي اللي تسمح لهيئات الدوله باش تتحرك بسرعه وتدعم الثقه بين المواطن ومؤسسه الدوله. وبالتالي في الاعلام في المرحله القادمه مع الاعلام الجزائري الوطني عنده يعني دور كبير سيكون له يعني في حتى تدعم
تم هذا المسعى نحو يعني الجزائر بوجه آخر خلاف الجزائر التي شاهدناها في السنوات الأخيرة. شكرا سي فيصل، يعني الكلام تاعك هذا وانا جو كونفيرم كو لافونير، يعني المستقبل هو للصحافه الالكترونيه، لان اون اتوندونس دون لو موند اونتي ليسي دو كوتي الصحافه المكتوبه. فالقانون اللي هو او المشروع، يعني حتى باش نعاود، يعني انا الشيء اللي نامن به ان كونت يا ان فينونسمون اترونجي بور اون بريس ان بو با اتر او سيرفيس دو لا ناسيون الجيريان او دو ليتا الجيريان، ال دوا obéir à certains intérêts de ceux qui l'ont financé. يعني هذا شيء مفروغ منه، لازم نعطي الامكانيات، نعطي الحريه. ولكن انت الساعه راك تكلمت حتى في البرلمان كاين الناس اللي مست حتى بال لا 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 سيكوريتي ناسيونال، يعني بالامن القومي. ففيه صحافات، يعني اذا بقينا في الاشياء هذه وما ديرناش اسس قانونيه للصحافه بدون تقييد الصحافه، ما تقيدش الصحافه، الصحافه لازم تكون حره، اذا ما كانتش حره ما نبنيش بها. ولكن يكون فيه يعني كان دي شوز كي سون انترديت انترديت نو مي بار ديونتولوجي. اذا كنت انسان مواطن حقيقي يعني وتامن بالوطن هذا، ما نمسش يعني بال 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 بلا سيكوريتي ناسيونال او بامن الدوله، ولكن نكونوا صحافه موضوعيه يعني اوبجيكتيف اللي عايشه الواقع، والصحفي ما يكونش مقيد، لان هذه حريه الراي. الرأي والرأي الآخر، يعني احنا في الجزائر بحاجة نستمع لكل الآراء وبحاجة إلى صحافة. طبعا صحافة في الجزائر عرفت عدة فترات، يعني منذ نهاية حزب الواحد، عهد الحزب الواحد في 89، ثم مرحلة التسعينيات مع مرحلة الإرهاب والعنف، ثم مرحلة بوتفليقة الذي كمم الأفواه وجعل من الإعلام العمومي إعلام خاص له، وكذلك حرم الكثير من الإعلام الوطني من التقدم وطرح لنا ما يحدث في المنطقة العربية. نحن مثلا اليوم نطالب بقناة إخبارية جزائرية قوية، يعني تطرح الجزائر في كل العالم، وتعرف هناك تسمى الدولة تعرف منيح موضوع صراعات الجيو استراتيجية الموجودة الآن حول المناطق المتخمة لنا في الساحل الصحراوي وفي ليبيا ولا غير ذلك، والصراع الإعلامي الموجود كبير جدا بين مثلا من يساند حفصر ومن يساند حكومة الوفاق في ليبيا، أعطي هذا المثال فقط. يعني وبالتالي احنا في المستقبل نحن بحاجة إلى منظومة إعلامية وطنية متكاملة وقوية. طبعا وهذا لا يمكن أن يكون إلا في كلمة الحرية، حرية التعبير وحرية الرأي، حرية الرأي والرأي الآخر، واحترام كل الآراء طبعا في ظل احترام القانون احترام استاذ فيصل. الوقت خلاص لنا، اي دوماج باسكو اون ا بيزوان بوتيت دو 10 اور سون زاري، سي تيلمون امبورطون سو كون ا دير، يعني حاجه مهمه هذه المسوده، وحنا نتكلم لاننا مامنين للشيء اللي رانا نديرو فيه للاجيال اللي راهي جايه. دونك نظن اون اورا لوكازيون دو سو ريفوار يعني بيانتو، حتى تكون معنا حتى في البلاطو. فشكرا لك سي فيصل، ونبقى نقول لك باللي انني نامن جو كروا على ديفيرسيتي كولتوريل، على ديفيرسيتي ديدي، على ديفيرسيتي ريليجيوز، سي دي ريشيس بور توت ناسيون. فلهذا احنا نعمل الان من اجل، وحنا يعني مأمنين بان هناك جزائر جديده بدا البناء تاعها، وان شاء الله يكمل هذا المشوار ويكمل هذا العمل. فشكرا سي فيصل. شكرا سيده سميره على تلبيه الحضور، فنجدد اللقاء معك لان مازال بزاف صوالح مازال ما هضرناش. انا اؤكد فقط ان الجزائر تبنى بقوانين، يعني قوانين الجمهوريه لازم تبقى قوانين ثابته، وعلى الاحزاب انها تناضل من اجل البرامج واحترام المؤسسات، لان القوانين والمؤسسات هذه هي الدوله الجزائريه. صح. والاحزاب اذا كانت تريد ان تصل الى الحكم فعليها باقناع المواطن. شكرا لك في هذه الخاتمه اللي جات مليحه، جات في محلها. فشكرا لكم سيدتي سادتي، واللقاء يتجدد في حصه اخرى ان شاء الله.